بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمشيئة ربنا نحل مع بعض محافظتين، المحافظة رقم 7 والمحافظة رقم 8. هنبدأ برقم 7، محافظة المنوفية، موجودة معانا صفحة 197، كتاب سلاح التلميذ. يلا بينا على بركة الله. اختر الإجابة الصحيحة. يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة يا ترى إيه؟ دوران القمر حول الأرض، ولا دوران الأرض حول الشمس، ولا دوران القمر حول محوره، ولا دوران الأرض حول محورها؟ بيكلمنا على مين؟ الليل والنهار. طبعا الإجابة الصح دوران الأرض حول محورها، يبقى دي الإجابة الصح. إنما دوران الأرض حول الشمس هينتج عنه مين؟ فصول السنة الأربعة. تلتقي مياه البحار والمحيطات مع مياه الأنهار عند إيه يا ترى؟ يا ترى مستجمع المياه، ولا المصب، ولا المجرى السطحي، ولا الخزان الجوفي؟ طبعا الصح عندنا مين؟ اللي هو إيه؟ اللي هو المصب. المصب لما أجي أعرفه ده عبارة عن مكان التقاء النهر بالمحيط أو البحر، حيث بيختلط اللي هي مياه اللي هي مين؟ البحر أو المحيط المالحة مع مياه مين؟ اللي هو النهر إيه؟ العذبة. يعيش سمك السلور في الجداول المائية، وهذا مثال للتفاعل بين الغلافين. ما أنا عندي السمك ده عبارة عن كائن حي، وعند المية ده عبارة عن غلاف مين؟ غلاف اللي هو مائي. يبقى عندي هنا تفاعل بين الغلاف الحيوي اللي هو السمك وبين المية اللي هو الغلاف مين؟ اللي هو المائي. هندور عليها بقى مع بعض كده. يبقى عندي هنا بقول لي هنا رقم ألف الغازي، طبعا ما فيش غازي، في مائي صح ماشي، إنما أصبحت العبارة كده غلط. الحيوي صح اللي هو السمك، وعند الماء اللي هو مين؟ المية، فأصبحت ديت الإجابة. الحيوي صح اللي هو السمك، الغازي ما فيش غازي، فأصبحت العبارة غلط. الأرض ما فيش أرضي، في حيوي صح، أصبحت العبارة غلط. تسبب قوة إيه يا ترى في سحب الأجسام وسقوطها في اتجاه الأرض؟ يمة الأرض، خلي بالنا. يا ترى الدفع والسحب، ولا الجاذبية، ولا مقاومة الهواء، ولا المغناطيسية؟ طبعا مين اللي هي قوى مين؟ قوى اللي هي الجاذبية. اذكر وظيفة التلسكوبات. طبعا المهمة الرئيسية بتاعتها اللي هي دراسة ورؤية مين؟ اللي هي الأجرام اللي هي السماوية. رؤية ودراسة الأجرام السماوية. صل من العمود ب ما يناسب العمود ألف. أول حاجة عندنا اللي هي المغناطيسية، نشوف اللي ماشي معنا كده. قوة غير مرئية تجذب بعض الأجسام، يبقى مع مين؟ واحد مع مين؟ مع بيه. احنا عارفين اللي هي قوة اللي هي المغناطيسية ديت عبارة عن قوة بتسحب اللي هي بعض الأجسام يمتها، زي اللي هي الحديد أو النيكل أو اللي هو الكوبالت. رقم 2 اللي هو النجوم اللي هيمشي معانا هنا. أجرام سماوية عملاقة تتكون من غازات شديدة الانفجار، اللي هي رقم مين؟ رقم دال. رقم 3 المناطق اللي هي الإحيائية ديت عبارة عن منطقة تتميز بكساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية تميزها عن غيرها، يبقى رقم مين؟ رقم ألف. الأراضي اللي هي الرطبة عبارة عن منطقة يكون فيها منسوب المياه أعلى قليلا من منسوب مستوى سطح الأرض، اللي هي رقم مين؟ رقم جيم. ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. أول حاجة نبات الفول، ثعلب الفنك، الصخور، الإنسان. إيه اللي غلط عندي هنا؟ اللي هي الصخور. يبقى الكلمة عندي هنا الغلط اللي هي مين؟ اللي هي الصخور. طب ليه؟ الصخور دي زي ما احنا عارفين بتتبع مين؟ بتتبع اللي هو الغلاف اللي هو الأرضي. إنما عندنا نبات الفول وثعلب الفنك والإنسان كل ده بيتبع مين؟ اللي هو الغلاف مين؟ اللي هو الحيوي. أكمل باستخدام بنك الكلمات التالية. مدينا هنا مجموعة من الكلمات، فعندي هنا أول حاجة كل منطقة تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة. طبعا دي بسمها إيه؟ المستجمع اللي هو المائي. أول حاجة المستجمع المائي. تعيش الشعاب المرجانية في المناطق يا ترى ايه؟ طبعا المناطق اللي هي الضحلة. الضحلة رقم 3 هو مجموعة من النجوم تكون معا شكلا معين في اللي هو السماء، ده بسميه التجمع مين؟ النجمي. التجمع النجمي. عند قصف كرة إلى أعلى فإنها تغير اتجاهها إلى أسفل بفعل قوة مين؟ قوة اللي هي الجاذبية. الجاذبية.
فكر كعالم تعد المياه العذبة موردا ثمينا ومحدودا، ولا يزال العديد من الناس لا يستطيعون الوصول إليها بسبب الجفاف أو التلوث. فكر في طريقتين عمليتين للمحافظة على الماء أو ترشيد استهلاكه. عندنا طبعا أول حاجة، عشان هنا أرشد اللي هي المية، أول حاجة رقم واحد غلق صنبور المياه في حالة عدم الاستخدام. الحاجة التانية تقليل زمن الاستحمام. الحاجة التالتة بناء السدود على الأنهار زي السد العالي. رقم أربعة معالجة مياه الصرف الصحي. هنحل مع بعض المحافظة رقم 8، محافظة الدقهلية. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. يعتبر الإنسان جزءا من الغلاف، يا ترى الأرضي ولا الحيوي ولا المائي ولا الجوي؟ احنا عارفين الإنسان ده طبعا ده كائن حي، والكائن الحي بيتبع مين؟ اللي هو الغلاف الحيوي. احنا عارفين الغلاف الحيوي بيحتوي على جميع الكائنات الحية بما فيها مين؟ الإنسان. وبالتالي نختار مين اللي هو ايه؟ الحيوي. انما طبعا الأرض ده هيشمل اللي هو كل اللي هي الصخور اللي هي موجودة على الأرض، والمعادن والتضاريس والتربة والصخور المنصهرة داخل الأرض. الماء طبعا ده بيشمل اللي هو كل المياه اللي هي موجودة على سطح الأرض زي البحار والمحيطات والأنهار والمياه الجوفية والأنهار الجليدية. عندنا الجو طبعا بيشمل كل الغازات اللي هي موجودة على سطح الأرض اللي أنا بسميها اللي هي الهواء الجوي. تكون الشمس في منتصف السماء تقريبا وقت إيه يا ترى؟ أول حاجة عندنا الشروق ولا الصباح الباكر ولا الظهيرة ولا الغروب؟ طبعا وقت مين؟ وقت اللي هو الظهيرة. يعد نقط مثالا على نظام بيئي للمياه المالحة. نهر النيل طبعا ديت مياه عذبة، بحيرة عسل طبعا دي الإجابة الصح، النهر الجليدي ديت مياه عذبة، بحيرة ناصر مياه عذبة. تدور الأرض حول الشمس كل قد إيه؟ حول الشمس خلي بالنا يعني السنة. هل في 24 ساعة؟ طبعا ده بسميه اليوم الأرضي. 200 يوم غلط، 300 يوم غلط، 365 يوم وربع 25% يعني، طبعا دي الإجابة الصح. طبعا دي بسميها إيه؟ اللي هي السنة أو فصول السنة إيه؟ الأربعة. قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض، فما تفسيرك لذلك؟ إحنا عارفين قوة الجاذبية تتوقف على حاجتين، أول حاجة اللي هي الكتلة والحاجة التانية اللي هي المسافة. طب تعالى نركز على الكتلة كده. عندنا الأرض زي ما إحنا عارفين الكتلة بتاعتها أكبر منين؟ أكبر من كتلة اللي هي القمر. واحنا عارفين ان في علاقه بين الكتله وبين قوه الجاذبيه، العلاقه دي اسمها علاقه طرديه. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني كل ما بتزداد كتله الجسم كل ما يزيد معنى مين؟ قوه ايه؟ قوه الجاذبيه. فاقول له هنا لان كتله اللي هي القمر اقل من كتله الارض، ويوجد علاقه بين قوة الجاذبية والكتلة. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. تعد المحيطات من أهم مصادر المياه المالحة على سطح الأرض، طبعا صح. أكبر جسم في المجموعة الشمسية هو الأرض، طبعا الكلام ده غلط، ومفروض مين اللي هو الشمس؟ الشمس. تؤثر مقاومة الهواء في نفس اتجاه حركة الجسم، طبعا الكلام ده غلط، هو بيكون عكس اتجاه حركة الجسم. لا يمكن حدوث تفاعلات بين أنظمة الأرض الرئيسية، طبعا الكلام ده غلط، بيكون طبعا بيكون إيه؟ هنشيل كلمة حرف لا ده وأقول له إيه؟ يمكن حدوث تفاعلات بين أنظمة اللي هي الأرض إيه؟ اللي هي الرئيسية. يعني مثلا كان عندنا في تفاعل اللي هو الغلاف المائي مع الغلاف الأرضي، زي اللي هي حركة مين اللي هي المياه على سطح الأرض، بتتسبب في عملية مين التعرية وتكوين البحيرات. كان عندنا في تفاعل بين الغلاف الأرضي مع الغلاف الحيوي، عندنا مثلا اللي هي التربة بلاقي فيها اللي هي العناصر الغذائية بتاعت مين؟ بتاعت النبات، وكمان مكان لمعيشة مين اللي هي بعض الحيوانات.
كان عندنا كمان في تفاعل بين الغلاف الجوي مع الغلاف مين الحيوي، زي ان كل الكائنات الحيه اللي هي بتحتاج لايه، بتحتاج للهواء علشان عمليه مين التنفس. اذكر اثنين من المخاوف الرئيسيه المتعلقه بالمياه. اول حاجه عندنا اللي هي رقم واحد اللي انا بسميها ندره الموارد، والحاجه التانيه اللي هي نقص الجوده. ندره الموارد، طبعا الموارد اصبحت محدوده زي ما احنا عارفين، او اللي هي بيكون نسبتها قليله في اللي هي ايه مناطق ايه مختلفه منين من اللي هو العالم، وطبعا ده بيهدد مين اللي هي حياه اللي هي الكائنات اللي هي الحيه. عندنا الحاجه التانيه اللي هي نقص مين، نقص اللي هي الجوده، طبعا ده بيؤدي الى فقدان اللي هي حياه اللي هي الالاف ايه كل ايه كل عام، وكمان بيعرض اللي هو العديد من الاسماك والبرمائيات لخطر مين الانقراض. اكتب المصطلح العلمي. رقم واحد، خط افتراضي يمر عبر مركز الارض من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، طبعا ده بسميه محور الارض. محور الارض، مياه عذبه تختزن داخل الارض في شقوق ومسام اللي هي الصخور، بسميها المياه الجوفيه. المياه الجوفيه، مجموعة من النجوم التي تكون معا شكلا معينا في السماء، التجمع النجمي. مسطح مائي ينتج من التقاء مياه النهر بالبحر أو اللي هو المحيط، ده بسميه المصب. ماذا يحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران حول محورها؟ طب لما أسألك السؤال ده، هو إيه أصلا اللي بينتج نتيجة دوران الأرض حول محورها؟ هتقول لي بينتج مين؟ اللي هي تعاقب اللي هي الليل والنهار، او تعاقب اللي هو اليوم، او اللي هي الحركه الظاهريه ايه للشمس في السماء، صح كده؟ هنعكس الكلام بقى كده، فاقول له عدم تعاقب الليل والنهار، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، توقف الحركه الظاهريه للشمس في السماء. يا رب يكون فهمنا. ما تنسوناش من صالح دعواتكم. كان معكم مستر طارق، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه قادمه، وبالتوفيق لجميع رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.